دينفر نيجتس. خلينا نشوف فرصهم في الموسم الجاي وإيش ممكن يعملوا بعد التغييرات اللي عملوها في هذا الصيف. السلام عليكم جعفر، حلقة جديدة من سوالف سميث، حلقة خاصة بدينفر نيجتس حظوظهم في الدوري في هذا الموسم 2019-2020. مثل ما شفتوا الفترة الأخيرة تكلمنا عن معظم الفرق وحظوظهم في الدوري ومواصلين مواضيع الNBA المختلفة سواء تحليل أندية أو مواضيع ثانية لين يبدأ الدوري. تقريبا بيكون في فيديو يومي لين نوصل لبداية الدوري واللي قربت أكثر وأكثر، عشان كذا لا تنسى تشترك في القناة وتفعل التنبيهات. أوكي، النيجتس دخلوا الموسم الماضي وبعدهم يحاولوا يمسحوا إخفاق السنة اللي قبلها. لذكر قبل موسمين النيجتس ما تأهلوا للبلاي أوفس بعد ما خسروا آخر مباراة في الدوري. الموسم الماضي بعد اختاروا مايكل بورتر جونيور من الدرافت في البطاقة رقم 14، لكن اللاعب ما قدر يلعب أي مباراة بعد ما سوى عملية جراحية في الظهر. عموما بدأ موسم النيجتس بشكل قوي جدا، فازوا في 9 مباريات من أصل أول 10 مباريات لعبوها، لكن بعدها مر الفريق بأسبوعين صعبين جدا بعد ما خسروا 6 مباريات من 7 مباريات منها 4 متتالية. بس الفريق عرف يرجع لطريق الانتصارات ووصل التألق بقيادة نجم نيكولا يوكيتش، وفي نهاية الموسم حقق الفريق سجل 54 فوز و28 خسارة كثاني أفضل سجل في القسم الغربي، وتأهلوا للبلاي أوفس لأول مرة من 5 مواسم. في البلاي أوفس واجهوا سان أنتونيو سبيرز في الجولة الأولى وبعد سلسلة ملحمية طويلة انتصر النيجتس في المباراة السابعة على ملعبه وفارق 4 نقاط، سجل أول انتصار في سلسلة من سنة 2009. في الدور الثاني لعبوا ضد البليزرز وكانت سلسلة ملحمية ثانية أكثر بعد من السلسلة الأولى. سلسلة استمرت 7 مباريات، مثلا في المباراة الثالثة شفنا 4 أشواط إضافية، وبالرغم من تسجيل يوكيتش لتربل دبل في هذه المباراة إلا أن النيجتس خسرها. في المباراة السابعة الفاصة واللي كانت في أرض دينفر بعد خسر الفريق بفارق 4 نقاط وخرج من البطولة. موسم ماضي كان الموسم الماضي مثلا كان مميز جدا للنيجتس، كان واضح تطور الفريق وتطور لاعبين، حتى صار احد اكثر الفرق اللي تخاف منها معظم الفرق الثانيه. وصحيح اشوف كان مفروض افضل مما كان بالنسبه لهم، يعني الفرصه كانت سانحه عليهم بشكل كبير يوصلوا لنهايه القسم الغربي، شخصيا اشوفهم فرطوا في هذا الشيء. لكن المستوى المميز طوال الموسم وتالق اللاعبين والوصول للبلاي اوفس بعد كلها بعد كل هذيك المواسم وبعد الفوز في سلسله في البلاي اوفس وحتى الخساره بهذه الطريقه على المباراه الاخيره تخليك ما تقول انه موسم فاشل تماما. اي كان بالامكان افضل، لكن ما زالوا فريق صغير وقدامهم الكثير والان متوقعين منهم اكثر واكثر هذا الموسم. في هذا الصيف النيجتس ما عمل كثير من التغييرات، طلع منه 5 لاعبين وجابوا 6 لاعبين جدد، ولا في اي تغييرات كبيره او مهمه على الفريق. يعني اللي طلعوا هم تري ليس اللي ممكن يكون هو اهم لاعب بحكم مشاركته المتعدده من الاحتياط، كان يلعب حوالي 17 دقيقه ومشاركته في 64 مباراه وسجل معدل 8.5 النقطه. بعد طلع ازيا توماس وتوماس ويلش وبراندن جوردن ومعهم تايلر لينون، يعني زي ما نشوف ما هي اسماء كبيره او مهمه مره طلعت من الفريق. المهم عوضهم بست لاعبين جدد، 3 لاعبين سابقين و3 لاعبين روكي او لاعبين سنه اولى، جابوا جيرمي جرانت، تايلر زيلر وبي جي دوريزير. اما الثلاثه الجدد هم بول اسمه تايلر كوك وفيكتور كانسر. اما اللاعبين المستمرين في الفريق من الموسم الماضي هم نيكولا تشوكيتش، جمال موراي، بول منساب، غاري هاريسون، ويل بارتون، ميلك بيزلي، توري كريغ، مايكل بورتر جونيور، جيريد فان ريلت، خوان هرنان جوميز، مارت موريس، ماسون وبيلمي. يعني واضح جدا الفريق حافظ على كل نجومه وكل لاعبين المهمين والاساسيين في الفريق، وهذا توجه صحيح لانهم الموسم الماضي كانوا فريق ممتاز جدا وكانوا على بعد 4 نقاط بس من نهايه القسم الغربي. النيجتس صحيح عندهم اكثر من لاعب جيد، لكن محور الفريق واللاعب الاهم الفريق هو النجم نيكولا يوكيتش. اللاعب قدم الموسم الماضي ارقام مميزه جدا واصبح مرحله النجوميه الكبيره، مش مجرد انه لاعب عادي، لا لاعب الكثير يعتقد قادر الان على الوصول لبعيد مع الفريق وان تقدر تبني عليه فريق منافس. يوكيتش الموسم الماضي عمل معدل 20 نقطه بنسبه نجاحه 51% وما حوالي 11 ريبون وبعد اكثر من 7 تمريرات حاسمه وبعد حط عليها 1.5 سرقه للكره وشارك في 80 مباراه خلال الموسم، كان اهم اللاعبين في الفريق. هذا الشيء راح يستمر اكيد هذا الموسم وراح يضل يوكيتش اللاعب الاهم في الفريق، وهو قرر انه ياخذ دينفر لمكان ابعد وابعد. بس زي ما تعودنا من نجم الفريق يحتاج يكون اكثر تسجيل، معدل 20 نقطه مو شيء سهل او شيء سيء، لا ابدا، شيء ممتاز في الدوري، لكن كنجم اول الفريق المفروض يرفع من معدله في التسجيل اكثر. والشيء الثاني يحتاج يزيد نسبته في الرميات الثلاثيه، هو ما يسجل كثير ثلاثيات لكن يسجلها بنسبه 30%، لو يزيد هذه النسبه شوي بيزيد كثير من خطورته، هو الان خطير جدا فما بالك لو زاد نسبته في الثلاثيات. وهذا الشيء اتوقعه من يوكيتش، لاعب ذكي جدا مو بس في التسجيل حتى في صناعه اللعب وتحريك الهجوم عن طريقه، لانه يقدر يستلم الكره قريب من تحت السله ويتخذ القرار السليم سواء بالتسجيل او انه يخلي الخصم يعمل عليه دبل تيم ويعمل هو التمريره المناسبه. بكل تاكيد دينفر يحتاج يوكيتش الموسم الماضي واكثر شوي من اللي عمله، وانا من الاشخاص اللي ران على تالق يوكيتش اكثر واكثر هذا الموسم، واتوقع اني اشوف اسمه يتردد اكثر في المنافسه بعد على جائزه افضل
افضل لاعب في الدوري اللي هي الام في بي. اتوقع بس يحتاج يضيف شوي يشيل شويه شحوم يكون شوي مميز جدا ترى اذا يعمل هذا الشيء. وترى اللاعب ما زال عمره بس 24 سنه يعني قدامه الكثير اللي من اللي قارنه. اوكي يوكيتش النجم الاول طيب. النجم الثاني واللي نجوميته اقل شوي من يوكيتش ويعتبر مساعد له هو جمال مورانت. يعني دينفر مثال ممتاز للفريق اللي عنده باتمان اللي هو يوكيتش ومساعد اللي هو روبن اللي هو جمال موراي. جمال موراي نفس الشيء قدم موسم ممتاز السنه الماضيه اكثر من 18 نقطه وخمس تمريرات حاسمه 4 ريباوند كان يقدم لمحات مميزه في كثير من المباريات. الان بيدخل السنه الرابعه في الدوري وكل سنه نشوف تطوره اكثر واكثر والثنائيه اللي يعملها مع يوكيتش ممتازه جدا واضح ان الفريق يبني عليها عليهم اثنين. جدد قبل سنه ليوكيتش وهذه السنه جدد له موراي. النقط من امثله الفرق اللي نقدر نقول التقليديه يعني نجم اول الفريق اللي هو يوكيتش نجم ثاني بدرجه اقل شوي من الاول اللي هو موراي. بعدين عندهم عدد من اللاعبين الجيدين مثل جاري هارس اللي يعطيك معدل حوالي 30 دقيقة لعب ويسجل 13 نقطة واللي الفريق افتقد كثير لخدماته في من بعض الأوقات الموسم الماضي للإصابة. بعد بول مولساب أكبر اللاعبين في الفريق واحد أهم العناصر الخبرة اللي عندهم. مولساب لاعب جيد ونفس الشيء يعطيك معدل 13 نقطة في حوالي 27 دقيقة اللي يلعبها ويسجل بعد بنسبة تسجيل فوق 50%. والبارتن ميلك بيزلي حتى مونتي موريس كلهم لاعبين جيدين في الفريق. يعني الفريق عنده عناصر كثيرة جيدة يعني نتكلم على 7-8 عناصر ممتازة إلى جيدة في الفريق وتقدر تعمل إضافة في الفريق الأساسي أو الاحتياطي. وهذا الأمور اللي تخلي الفريق قوي جدا إنه مش بس عندهم نجم أو نجمين والباقيين مكملين وما يقدروا يسووا أي شيء لا كثير من اللاعبين يقدروا ينجزوا ويقدموا في الفريق. المدرب مايك مالون أثبت الموسم الماضي بعد كيف يعرف ويقدر يستخدم عناصره بشكل مميز ويعمل الرسم التكتيكي المناسب لكل لاعب يعني وكان أحد أهم أفضل مدربين الموسم الماضي وأحد المرشحين بعد لجائزة أفضل مدرب في الموسم. ومثل ما قلت في البداية الاستقرار على نفس الفريق من مدرب لاعبين وعدم تغيير كثير في الصيف يخلي الفريق يدخل بأفضلية شوي على باقي المنافسين خصوصا بداية الدوري. نفس اللاعبين نفس الخطط فحافظ على موضوع التجانس وما يحتاج شغل كثير عشان يتأقلم اللاعبين مع بعض أكثر وأكثر وهذا شيء مهم جدا لكل الفرق. بس في إضافة مهمة وهي مش إضافة ولها توقعاتها اللي هي مايكل بورتر جونيور اللاعب اللي ما شارك الموسم الماضي بسبب جراحة الظهر. يعني فعليا يعتبر الموسم بيكون موسمه الأول ويعتبر موسمه الروكي. أنا ما أعرف لاعبي الجامعات كثير وقليل جدا أتابعهم لكن الكثير يتوقع له مستقبل جيد والسبب الوحيد إنه كان خيار رقم 14 هو الخوف من إصاباته. الآن إذا يرجع يقدر يشارك بدون إصابات ويكون تعافى تماما راح يكون إضافة مهمة للفريق والكثير يتوقع منه مستويات مميزة. تونا نتكلم الفريق في تقريبا 8 عناصر ممكن جيدة الآن نضيف لهم بعد مايكل بورتر جونيور نتوقع له مستويات جيدة هذه بتكون إضافة زيادة لهم. طبعا دينفر من أصعب الفرق خصوصا على ملعب لأن مدينة دينفر في ولاية كولورادو مرتفعة على سطح البحر فيتغير الضغط ونسبة الأكسجين فيها فالفرق لما تروح تعاني شوي من هذا الموضوع بينما لاعبين دينفر متعودين على الوان وهذا تعطيهم أفضلية كثيرة من الأحوال. لكن مو هذا السبب الوحيد اللي يخلي دينفر ترى قوي. دينفر من قبل موسمين وهم يمشوا في الطريق الصحيح التصاعدي ونشوف تطور الفريق ككل في كل موسم اكثر واكثر والان هذا الموسم التحدي اصعب بكثير على الكل خصوصا في القسم الغربي اللي كان قوي الموسم الماضي واصبح الان اقوى بكثير بعد. يعني زادت الفرق القويه فيه وزادت قوه الفرق اللي كانت قويه الموسم الماضي فالمنافسه اصعب الان. لكن دينفر يظل من اقوى الفرق حاليا خصوصا لما نتكلم على الموسم العادي ريجولار سيزون. دينفر احد اقوى المرشحين لتحقيق احد افضل السجلات خلال الموسم العادي لان عندهم فريق شاب وكثير من الحلول والعناصر مميزه بعد فاتوقع عليهم موسم مميز اخر خصوصا خلال الموسم. تالق اكثر من يوكيتش ومورال واستمرار النتائج الجيده راح يكونوا بعد من اهم الفرق خلال الموسم من اكثر الفرق اللي شاه بقية الفرق في طوال الموسم. الفرق بين الموسم الماضي والحالي لدينفر ان الموسم الماضي مع بدايته يعني ما كان الكثير يتوقع ان دينفر يعمل اي شيء او يكون خطر على اي احد بينما هذا الموسم الان الكثير يامل عليهم وانهم راح يكون فريق منافس قوي وهذا الشيء اللي ممكن يخوفني من مساله الضغوط وانهم فريق شباب وهذه كلها تجارب جديده عليهم. لكن الموسم طويل واكيد بيمروا فترات جيده وسيئه وراح يقدروا يوجدوا لها حلول. لكن انتوا ايش رايكم وايش تتوقعوا ان موسم النيجس كيف تشوفوا التغييرات اللي عملها الفريق؟ هل تشوفوا يعني ان الفريق افضل هذا الموسم او ما راح يختلف الموضوع كثير عن الموسم الماضي ما زال فريق جيد على نفس الموسم الماضي؟ ده في نقاط تتفقوا واحسن تختلفوا معي فيها اعطونا اياها كامله في التعليقات تحت. وبس كذا خلصنا تحليل موسم دينفر ناجتس غطينا معظم الفرق تقريبا وحاليا يعني مستمرين في هذه الفيديوهات لبدايه الدوري ان شاء الله ونطلب دعمكم عشان نستمر ونواصل. مشاركه الفيديو التعليق اللايك الاشتراك في القناه كلها دعم لنا في الاستمرار. اما اذا تشوف المواضيع مش ولا أفضل ولا تستاهل ترى الديسلايك هو حقك. عموما اذا ما شفت الحلقات السابقه لهذه السلسله تقدر تشوفها من هنا في هذه البلاي ليست. وبعد بما ان مواضيع السله زي ما اقول كثيره وما يبينا نتكلم دائما عنها كلها في اليوتيوب نسولف اكثر في السناب على المواضيع الباقيه فحياكم كالعاده دائما وابدا يعطيكم الف عافيه على المشاهده. سلام.